هاي أحلى عزيمة بحياتي من أصغر ولد من قبيلة شمر. حياكم الله. كفو. وهسه وصلنا للمكان اللي راح نكشت به. ناصر شنو اسم هذا المكان؟ هذا المخيم. تجون تباتون هنا؟ نبات هنا. هذا الغرف، هذا غرفنا. زين هاي ماشين، هاي هذا حق الدراجة، هاي المبيت، غرفة ما دراجة، هاي مبيت. حلو. هذا هنا هم ملعب للطائرة. وهاي شنو ناصر؟ هذا الخيمة نقعد فيها مثلا صار هواء ولا شيء، ما نقدر نقعد برا. صحيح. مطار هواء، مطار هواء، شيء نقعد برا. حتى لو حر مكيفات فيها يمينها ويسارها. حلو. بقطر شك بيت تدخله او ديوان او مجلس او خيمه تشتم فدريحه طيبه، بخور على قهوه على شاي. بس اريد اعرف هسه هذا المكان شنو المن؟ هذا اللي نحن. حلو. خمس شباب ومفتوح كل من يجي حيا الله. ديوان مالتكم هذا؟ ايوه هذا الديوان. يجوكم ضيوف من غير دول؟ يجونا من كل مكان. احنا اول عراقيين لو قبلنا عراقيين؟ لا والله اول عراقيين ولنا الشرف والله. والله وكفو. باعوا شوفوا هنا بس باع الديكور يا اخي، مو تقول يبعدك يفصلك هذا اجواء اللي هنا الرمل وصحراء وشول احنا نسميها، وتدخل هنا تلقى عالم ثاني. من هسه دولمه؟ معود مريد لا برياني ولا دولمه؟ لا قهوه فنجال. هذا التمر لازم فنجال يطيب كيفك عقب التطعيس. حلو. هذا التمر شنو؟ منين؟ من النخل. اعرفه من النخل. قابل من الموز. ناصر عاد منين غير من النخل؟ من يا دوله؟ هذا من دوله السعوديه. قاعده عراقيه بمقر قطري والتمرايه سعوديه. حيا الله. شو هاي قهوة لونها غريب؟ هذا قهوة شقرة. سألته قلت له وين تنامون وين تقضون حاجتكم؟ قال لي كل شخص عندنا إلى غرفة وكل شخص إلى حمام. طبعا هذا الكرفان الخاص بناصر. خلينا نشوفه. ترى عاد أمس بنايم فيه مش مرتب زيادة. احنا شكوا واحد عزابي غرفته هيك، فعادي أخوي. حياك تفضل. يا الله. المحيط الأطلسي هذا اللون الأزرق. بسم الله. هاي الصالة. ملمومة. شغلنا الضوء. عمي هذا فندق خمس نجوم. هاي الصالة مال ناصر وهاي غرفة النوم. يعني تفتح الباب تروح لغير عالم، تطلع برا كل شيء مجزئين مسوي له اجواء الخاصه بي. الحمام اوش باوع. يعني ما راح تتخيلون انه هاي الغرفه داخل كرفان. واخيرا اجى عامر والعشاء. افتح يا سمسم. ها شنو؟ عصافير التين. عصافير التين. عصفور 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 صغير عصفور. هاي قال لي هاي اغرب اكله واكثر اكله نحبها بالخيمه وبالصحراء اللي هي عصافير التين. ها شنو؟ بس باوع. شنو؟ لوحه فنيه. خالد هاي لوحه فنيه. نزلها بس. عمر زين ها شنو تنكر هي وعظامها؟ با با با. الحين مرحلة البصر حبيبي. با شلون صار لونها وبسرعة استوت. متع عيونك، متع النظر، متع يا حبيبي. يلا يابا شكلكم صافين. قبل هذا اللي يعرف. يلا تميم، يلا يلا هذا العصفور. يلا بين عظام على ابوك. يلا نقول بسم الله. شوف الكيكة، شوف الكيكة. عوف التليفونات. ترى مهما سوينا قسما بالله قليل بحقك. والله كفو يا بلد لا تخجلونه. والله صحيح ليك انت من غير هالامور هذه وغير انك مضيوف ترى عراقيين والله قريبين لكم. فدوا القلب قسما بالله. والله كفو منكم. انا اموت على عراق سامحني. فدوا القلب. انا متشرف بك. والله كفو. بدون عراق يعني انا بالنسبه لي والله ما اسمع العراقي حزين. اذا ما انضرب عراقي لي مضروب بوري خاف. يا تميم شنو نروح ننام؟ ايه تصبحون على خير.